يبقى دي تليفونات مقفول ليه يا بنتي؟ انا جيت. نورت يا حبيبتي. بقول لك ايه، لسه جاي من الشغل وميت من الجوع، روح اعمل لي اكل او نطلب دليفري وخلاص. لا 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 استنى، لسه براجع في الحاجه اللي انا جايباها. بص الهودي ده حلو صح؟ سيبك من ده، السنيكرز ده لونه حلو. السنيكرز الشوكولاته دي ولا ايه ده؟ لا ده الكوتشي. شايف لون البنطلون ده؟ سيبك انت من كل دوت، ما انا كان جعان قوي بعد اذنك. انت عملتي اكل صح؟ لا ما عملتش اكل للاسف. طب انا هطلب دليفري. تطلب؟ هجيب فلوس منين؟ فلوس منين ايه؟ مش معاكي مصروف البيت؟ الو مطعم الشروق؟ عايز بيتزا جمبري من 54. والنبي ومخلل اكتر. حبيبي يا باشا دليفري زمانه جه. هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. اصل انا جبت بالمصروف هدوم. مصروف ايه؟ المصروف اللي انت اديتهوني. مصروف بتاع البيت بتاعنا؟ ال 3000 جنيه. جبت بيهم كلهم هدوم؟ جبت بال 3000 جنيه بتوع الاكل؟ ما هو انا هتعرف من صاحبتي. يا بنت المفتريه! الشهر اللي مش قادر تجيب هدوم؟ جبت من عاوز اقول لك بتاع الدليفري ايه؟ هفهمك بس. هتفهميني بقول لك ايه؟ الهدوم دي هترجع ناخد بتاع الدليفري معايا دلوقتي، اروح ارجع الهدوم دي واجيب مكانها تمن البيتزا بالجمبري. Azavia Salie, Piccolo Con.